لا انت ما قلتهمش يا سعاد؟ تقول لنا ايه؟ من الصبح هندور على شقه، قانون جديد. يعني في فلوس؟ هاخد نصيبي من شقه خالك اللي قاعد فيها، وانا كمان خدت مكافاه كده. من بكره تشوفوا شقه. بكره؟ ايه بعيد قوي بكره؟ فرقت ليله يوم. فرقت ازاي يعني؟ ما تحطش في بالك يا بابا، خلاص بقى. والشقه دي في حدود كام يا بابا؟ ما ينفعش تبقى تمليك. والله هو لو مقدم على قده كده يعني 20-30-40 ألف جنيه حتى، انا ممكن اتصرف واساعد في الاقساط. هي شقه اجار جديد وممكن ندفع مقدم 20-30. يعني في 30؟ وما تنسوش كمان ان احنا هنحتاج نشطبها، وانا ما معيش غير نصيبي من الشقه والحوافز. وانت معاك حاجه تاني؟ لا هو انا كنت عامل جمعيه كمان اهو كده علشان نشوفوا شقه على قد اللي معانا. لا ما انت هتشوفي معانا انت وبابا. نشوف فين؟ انا مؤسس سمسار وقال في كام حاجه كده وسعرها متهاوت. ما ينفعش، انا لازم ازور الجماعه بكره. بابا انسى بقى اللي اسمه ايه ده بقى، خلاص ناجل زياره يوم الجمعه. بابا بالله والسلام. الله يسلمك يا باشا، الحاجه في الامانات. حاجه ايه المطلوب كله؟ رسالة. اول المطلوب كان الراجل. الراجل فين؟ مبلغني رساله. انا مانيش عايز رسائل، انا قلت لك تقول. قلت له بدل المره اتنين، واكدت عليه بالتليفون، قلت له زياره الجمعه. وقال لك ايه؟ قال لي قول له القضيه غلطه محامي. غلطه ايه ومحامي ايه؟ الراجل مش فاهم حاجه. انا مرسال سعادتك تأمرني. يجيني تقول له زوره من باب الزياره بدل ما تيجي الناس تزوره زي زمان. وقول له بيقول لك خليك قدام السلك بدل ما يجيبك وراه. سمعني يا عبد المولى؟ سامعك يا باشا. يجيني الزياره الجايه. حاضر. ما جاش؟ هيجي، هو بس فهم غلط. بيتكلم في القضيه؟ واحده واحده هيفهم الصح. احنا على اتفاقنا. انا كلمتي حكم محكمه، كلمتي نقض. نديله مين؟ الجدع اللي انت مشيته. عبد المولى تعالى. انت عايزه ليه؟ هو راجع مطروح؟ اه. اديني قلم. هات كفك. يتلفن للنمره دي وياخده معاه. هو مطروح؟ في سواد الليل. ياخده معاه يعرفه المطرح ويطل عليها. دي شغلانته. قضيه فاهم. واسمه قضيه؟ اه. وزي ما قلت لك تمنه حاضر. ياخد اللي ياخده، المهم ينفذ. ده ما يعرفش غير انه ينجز. مستني اشاره. الجدع بتاعك راجع اهو، فهمه ياخد قضيه معاه. انا فهمه الموضوع من الزياره اللي فاتت. امرنا يا باشا. معاك قلم وورقه. اكتب النمره دي. بسم الله ما شاء الله يا باشا. الغله الزياره دي ياما. اهلا يا معلم موسى. ما تهدي خطوه شويه، مستعجل على ايه؟ بلاش يعني ناخد بيضه المبيعات. ازاي؟ هيجي انك تاخد حق الغلابه، المساجين السكند والدرجه الرابعه، ولا هناكلوا يعني حقهم بره وجوه؟ يا سيدي احنا قلنا حاجه، خد اللي يكفيك. انا مش هاخد اقل من 100 باكو. اه، ما انا مش لوحدي. قلت لك حاجه، بتاخد اللي انت عايزه. ما هو كله على حساب الحكومه. خرب وبيت الحكومه لما الحكومه قاعده من غير بيت. ضربت مبيعات يا حبيبي.